انا حسب ما سمعت يعني انه الحل اللي ممكن يلقاوها انه الطياره اللي باش تهز المغرب باش تكون طياره تونسيه، ما بين باش تهز رحله مباشره من المغرب للقسنطينه، لكن طياره باش تكون تونسيه. يعني شو الفائده؟ احنا مش قل لي شو الفائده؟ حد شيء. طول مضايقات كصحفيين مغربيين في الجزائر. كيف لن يدخلوا كلهم وصفتهم الامن الجزائري بان هذو الصحفيين هم من المخابرات. وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. وانا كنشاهد واحد البرنامج تونسي وانا كيعجبني نسمع شنو كيقولوا على المغرب والحديث على الشان، وضروري نتوما عارف الاعلام التونسي ضروري يبدا لك بهذه القضيه ديال حنا كنا واعرين وكنا فايتين المغرب وكانوا كنا قدوه ديال المغرب، كنا قدوه ديالهم كانوا يتعلموا منا، ولكن للاسف حنا طحنا وهما طلعوا. هذه تعودتها انا من الاعلام التونسي، ضروري يبدا الحديث ديالو حنا كنا قدوه وكنا واعرين، ماشي مشكل. واذا بي كنسمع واحد تونسي قالك بان هناك اخبار كتقول بان المغرب غادي يشارك في هذا الشان وغادي يمشي بطائره تونسيه. ياك معلم، دابا المغرب تبارك الله الخطوط الملكيه الجويه الطيارات ديالها عمز العين، نخليهم ناعسين تما ونتصلوا السلام عليكم تونس هذه ايه ومعكم رابع احسن منتخب على مستوى العالم، والله يحفظكم دابا الطيارات عندنا ما بغيناش نحركوهم، صيفطوا لنا شي طياره نمشيو بها. واش هادشي كيدخل العقل ولا لا؟ افوزي رجع قال لك خصنا ندخلوا بطائره الخطوط الملكيه المغربيه في رحله مباشره، عجبك الحال مرحبا، ما عجبكش الحال الله يعاون. كيف ما احنا خرجنا فيكم ليش انا خرج اش نقريحه صاحبي؟ خرج قول لا، قلتوا 24 ساعه تجاوبوه، هي 72 ساعه ومازال ما جاوبتوش، علاش شادكم الرعده؟ ناري لا جاوبنا وقلنا ايه يضحكوا علينا، قلنا لا غادي يضحكوا علينا ويديروا لنا نقطه سوداء في الميلف، شنو غنديروا؟ سير القشعه اش بغينا لك؟ خرج اصاحبي كيما القشع خرج فيك فاس، خرج انت وهز راسك لا ما تهزش راسك للسما، لا شنقريحه لا، ربما تهز راسك للسما يطيح السروال يبان ليكوش. اي لا ما قادر على فضيحه يا ودي، شنقريحه ثاني يبان ليكوش ويبان لا عادي عادي كاع ما تهز راسك، خرج وقول لا. وقائد الجيش الديمقراطي الشعبي الديمقراطي ما نعرف شنو هو، خرج وقول القرار النهائي ايه لا. تقول لي طائره تونسيه ولا ما تونسيه؟ الطائره تبارك الله موجودين اصاحبي، عجبك الحال مرحبا، ما عجبكش الحال حيت دابا حنا لا مشينا شاركنا مع دابا في كاس العالم جبنا 25 مليون دولار ونمشيو ثاني تما نجيبو شي مليون دينار ما نجيو نصرفوه يعطينا 25 درهم، وعلاش غنمشيو نشارك؟ ما هيش فلوس داكشي اللي عتاكلو الطياره المغربيه. خلينا جالسين يا شي القريحه، خرج قول لا، ما تقولهاش للمغرب لا، خصك تقولها للكاف، سير عند الكاف قول لهم لا ما احنا ما مسوقلكش. وتشي اكدوا واحد تونسي اللي يقول له واش الشاناش فيه، قالوا راه تونس ما مشاركاش، قالوا هنيه، قالوا واش الشاناش فيه، راه بطوله فاشله صاحبي. وغادي نسمعوا كذلك شنو غادي يقولوا على الاكاديميه ديال محمد السادس، فنخليكم مع هذا الفيديو، نتمنى انكم تفاعلوا معه بشكل كبير، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات، واللي مازال ما مشاركش معنا يشاركوا يفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالنا دائما. احنا توا سبقوا في الجامع في الحصيره قبل الجامع. تو واحد يتكلم مع التنظيم تاعنا ما عندناش تيرانات. هي ساعة مو تكلمنا قلنا يا خويا نعملوا استراتيجية 10 سنوات. راهو وقت اللي احنا كنا قدوة في افريقيا نقولوها بكل افتخار معناها كنا قدوة في افريقيا توا سنوات حبش نسمع الماضي، وقتها الجزائر والمغرب كانوا في الحالة نتاعنا احنا راهو الميادين نتاعهم، ولكن الناس خدمت على رواحها. علاش نقول لك 10 سنوات ونصبروا؟ أول حاجة الموارد ما عندناش، ثانيا استراتيجي والفيزيون ما عندناش. اي مو الفيزيون لازمك رجال عندهم فيزيون، مو هذيك المشكل. ما لا شنو يا اخي، اللي هذا عنده فيزيون واللي هذا عنده استراتيجيه واللي هذا معناها باش يجيب لك استراتيجيه صحيحه. خاطر يا كابتن سامح انا نتفاعل معك، خاطر مثلا ملعب انا مثلا نغزر له حسب التجارب العالميه نغزر له كمشروع اقتصادي، مول ريستورانات يدخل فلوس، بارك مركب ترفيهي، معناها فيه برشا فلوس تدخل يا كابتن. شو التنظيم كو سوا شان ولا كاس عالم ولا ما مش ليش كاس العالم كاس افريقيا، راه مش ملعب بركه، راهي بنية تحتية عامة، وتلة وكياسات ومترو وطيارات مطار زاد مطار وكذا، خسيبوا هكاك هيا جيب ماتش اعمل تيران واعمل نو. ما احنا بالوقت الحاضر ما عادش عندنا القدرة باش ننظموا مثل هذه المنافسات. بالنسبة للجزائر فهي فرصة كبيرة لتسويق الصورة نتاعها، الصورة نتاعها، وخاصة نعرفوهم خويا محمد وخويا امين اللي هما في تنافس ازلي مع شقيقة المغرب،
شقيق المغرب توا عنده سنوات طلعت وتصور انت كوب دي موند وكوب دافريك ما هكا ولا يعني سي كلك شوز دي اكستراوردينير. الجزائر كيف كيف على الخطى هذه يلزم زاده تنظم حتى ولو شان حتى ولو شان غدوه باغ اكزومبل مقدمه هي للكوب دافريك اللي كل كوب دافريك وما يجيكش عجب بنهار من نهارات الجزائر تعمل كاس عالم الانديه فهمتي ولا ولا سيتو بالنسبه لي نحن بون نقطه وارجع للسطر هكا هكا يعني عليه ونكذبوا على الناس وقولوا لهم وكذا الناس تعرف الواقع كما احنا نعرفوه الواقع اذا ما نستعرفوش بالواقع اقسم بالله لن تقدموا فما نكران الواقع في تونس وفما الفقر والفرعنه. باش نحكيوا على خبرني هو مشاركه المغرب من عدمها محمد منتخب المغرب والجامعه الملكيه المغربيه طلبت انه يتم فتح المجال الجوي لرحله مباشره من الرباط لقسنطينه مباشره. الى حد الان ما فما حتى رد معناه المغرب توجهت للكاف ما توجهتش للدولة الجزائرية اللي حسب علمي أنا معني ما كتعرف العلاقات معقدة سياسيا بين المغرب والجزائر نوك إلى حد الآن ما عندناش خبر اسكو المنتخب المغربي حامل اللقب ينجم يشارك ولا ينجم يغيب على الشأن. أنا حسب ما سمعت يعني أنه الحل اللي ممكن يلقاوه أنه الطيارة اللي بيشتهز المغرب باش تكون طيارة تونسية ما بين بيشتهز رحلة مباشرة من المغرب للقسنطينة لكن طيارة باش تكون تونسية. هذا اخر ما سمعت. هذا اخبار محمد سليمة به قلت انه طيارة تونسية هي اللي باش تنقل البعثة المغربية. كما قلت الامور السياسية معقدة وفما انترديكسيون في بالنسبة للمجال الجوي الجزائري انه تدخل طيارة مغربية. به كابتن شو رايك في الموضوع؟ والله شو رايي يعني وصلنا لهذا المستوى معناها بون فما امور سياسه ما نحبش ندخلوا فيها سياسه معناها خلينا نقولوا سوء تفاهم تاريخي وعميق كبير ما نقولش كلمه اخرى ان شاء الله يلقاو له وربي يهدي الجميع معناها زوز كنا خيان معناها يلزم طياره ناتر يلزم طياره ناتر معناها باش بون سي تا مويان سي تي سوليسيون بليتو فوالا رايك كابتن في عدم مشاركة تونس وإقصائنا من النسخة الحالية مش إقصائنا زايد معني ما عادش تلعب شو معني شو الفايدة في حتى انتريشان كابتن شو الفايدة أنك شفت مثلا الملاعب والبنية التحتية وكل قلت خلي ملعبية اللي أقل من 23 سنة اللي ما همش لاقين طونجو شيخ وكورة احنا تو كان يحكي لك يعني شو الفايدة احنا مش قل لي شو الفايدة حد شيء باش نزيدوا مشاكل اخرى تاع روزنام ووخر وكذا وكذا واحنا راهو شو تعرف البطوله علاش لعبت خاطر الشتاء ما صبتش اقسم بالله كان الشتاء صبت كما نعرف انا راهي تو لي تيران سون براتيكابل لي كيلك تيران كي اكزيست انكور فهمتي ولا دونك عاش خويا هالامور هذيا زايده خويا خليه الاخرين اللي عنده تو في الجزائر يا اخي مش يقف في الشامبيونا ما يقفش في المغرب مش يقف في الشامبيونا ما يقفش ولا اذا شفنا البنيه التحتيه متوفره والملاعب في ابهى حله كابتن عكس اللي صاير في تونس مع الاسف فهمني ودي ما عادش تكلم خلينا نمشيو للمغرب مع زميلنا الصحفي المغربي عبد الله جداد رئيس قسم الرياضه في قناه العيون ورئيس فرع جمعيه الصحافه الرياضيه بالجنوب. استاذ عبد الله مرحبا بك. يا مرحبا واهلا وسهلا بضيوفك الكرام. اهلا وسهلا سعداء جدا لقبولك الدعوه ذول اللي عندك شويه متاعب تقنيه فيما يخص الكونيكسيون يا كابتن. ها؟ هذه مش متاعب هذه عين عين. عين. مرحبا بك سعداء جدا بحضورك معنا استاذ طبعا الحديث على الشان كاس افريقيا للمحليين مشاركه المغرب من عدمها في المسابقه ما اخر تطورات فيما يخص قرار الجامعه الملكيه المغربيه ولو انه زميلي محمد سلامه لهنا قال انه ممكن طائره تونسيه تنقل البعثه المغربيه للجزائر. هو يعني كما لاحظ الجميع بانه سيد فوزي القجاع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وعضو في الفيفا وعضو في الاتحاد الافريقي كان كلامه واضحا نحن نريد رحله مباشره من الرباط الى قسنطينة عبر الخطوط الملكية المغربية. واذا لم يتوفر هذا الشرط فان المنتخب المغربي مع الاسف لن يكون مشاركا ضمن فعاليات هذه النسخة وان الاتحاد الافريقي يعني لم يتم توجيه رسالة الى الجزائر بل الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم. لان الامور معقدة سياسيا اذا ما فماش خلينا نقولوا حديث مباشر بين المغرب والجزائر.
هو كان فيه يعني تجارب، انا لازلت ابحث على ان هناك كانت هناك صراعات بين دول فيما صراعات سياسيه وحتى في مجال الحربي، ولكن كان يعني استثنائيا يتم الترخيص لنا هذه كرة القدم يعني، ولن تشكل اي خطر يهدد امن وسلامة الجزائر اذا حطت طائرة من الخطوط الملكية المغربية في 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 قسطنطينة، ما الذي سيقع؟ لا ولا شيء. خذ، هو المغرب يلتمس ترخيص من الحكومة الجزائرية او من الاتحاد الجزائري عبر عبر الاتحاد الافريقي، من اجل على الاقل يكون هذا تكريم للمنتخب المغربي وللمغرب الذي وصل الى نصف النهاية، على الاقل يكون هناك لمسة حنان او لمسة الصداقة او لمسة جار لجاري، ولكن ان يتم يعني رئيس الاتحاد يوم مسؤول على 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 الشان في الجزائر يصرح في الصحافة بان سبق للوزير الخارجية ان اتى عبر طائرة اخرى وسبق المنتخب المغربي كذا، حتى الصحفيين دابا الامر لم يتعلق بكرة القدم، يتعلق حتى بالصحفيين الذين تم توقيفهم بالمطار الجزائر واعيدوا الى تونس ومن تونس رجعوا الى المغرب. شنو استاذ يعني تعرضتوا لمضايقات كصحفيين مغربيين في الجزائر؟ كيف لم يدخلوا كلهم وصفتهم الامن الجزائري بان هم الصحفيين هم من المخابرات. وقتاش هذا يعني يا استاذ؟ بطولة البحر الابيض المتوسط وهران التي احتضنتها وهران، وكنا ضيوف صحفيين كلهم جلسوا حوالي أربعة أيام في تونس العاصمة التي استضافتهم بتلك الحصاوة التي نعرفها دائما في تونسيين، ومن تونس عادوا ما لم يدخلوا للجزائر، فقط بقوا في المطار يوم كامل، وتدخلت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وعادتهم إلى المغرب، وبالتالي منتخب مغربي منتخبات رياضية كثيرة شاركت بدون إعلام مغربي. يعني مع الأسف المغرب سيتشهد على ما أعتقد كما قال الأقجع، وأنتم تعرفون بأن فوز الأقجع ليس فقط هو يعني في صورة عدم سماح السلطات الجزائرية بدخول الناقلة المغربية للمجال الجوي الجزائري، فإن المنتخب المغربي لن يشارك في الشأن. أستاذ، المغرب ونصف نهائي المونديال، منتخب أسود الأطلس ومساهمة أكاديمية محمد السادس في المنتخب الأول، ماذا يميز أكاديمية محمد السادس خاصة وأنه في الفترة الأخيرة فازت بدورة مهمة أكاديمية محمد السادس؟ حتى مدرب المنتخب السابق فاهيدا ليلوزيتش قال أنه أكاديمية محمد السادس أفضل من كلير فونتين في فرنسا. هذا لم يقله فقط وحيد، قاله كذلك رئيس الفيفا الإيطالي الذي زار المركز وحضر فيه وقال بأن هذا يعني هذا ليس مركز، هذا تحفة عالمية في مجال تكوين وتفريخ الرياضيين وفي مجال دعم الرياضيين وفي مجال اكتشاف قدرات أفضل اللاعبين على المستوى الوطني. فلذلك نحن نقول بأنه أنت قد أعدتنا أستاذ أيمن، أعدتنا اليوم إلى 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 قطر وإلى سوق وقف وإلى ما حققه المغرب في قطر. فلذلك نقول بأنه أكاديمية محمد السادس فهي يعني منشأة رياضية في من المستوى العالمي، من الطراز العالمي الذي يعني لو زرته لوجدت نفسك في مدينة رياضية، يعني الملاعب والمسابح والفنادق والمنتزهات والفضاءات وكل شيء متوفر فيها، لأنها هي يعني بلغت تكلفتها فقط 140 مليون درهم. باليورو قديش 140 مليون درهم؟ 140 باليورو لو تحاول لنا. اليورو محسوب راه وراس. استاذ عبد الله جداد، يبدو انه الاتصال انقطع في انتظار انه يرجع معنا. هكا تسمع على التكلفه، تعرفني انا كي نسمع هكا التكلفه بتاع اكاديميه محمد السادس اي قيمه 18 مليون يورو. 18 مليون يورو شو الحقيقة. انا قريت الحقيقه كابتن سامحني، 18 مليون يورو معناها من بعد كي تطلع انت ملاعبين وتبيعهم بملايين اليوروات، معناها استثمار ويدخل برشا فلوس. انا اللي قريته فما حاجتين،
فما المركب الرياضي للملك محمد السادس وفما أكاديمية. لا نحكي على أكاديمية. لا الأكاديمية ولكن هذايا المجمع انتجري هو زول مع بعضهم في سلاة في المعمورة. بالضبط. واللي قريته أنا اللي التكلفة الكلها 630 مليون درهم. ما يعادل 60 70 ما نعرفش 60 مليون حتى تشوفوا تبقى حاجة كبيرة وراء العقل معناها وصلت المغرب إلى مرحلة التميز الإكسيلانس. فما حديث بعد خاطر راهو التميز في المغرب في قطر ليس راهو معناها ليس محض الصدفة ولا خدمة متاع عام ولا استشهار متاع عوام. أنا حبيت أقول حاجة ليس خدمة مدر واحد لا كي نقرأ أنا وشوف فوزي لارقد جابوه من مارسيل معناها كي تجي تشوف أنت البلاعبية والإرادة الملكية تحت معناها محمد السادس بيدو يشرف على كل شيء وتشوف الطاقم الفني وقت تشوف انت شكون لاي بالليزاناليز اللي جايبينه من من ليفربول هاريسون كينغستون ثمانية معناها عدى 8 سنوات في ليفربول وتشوف مع موسى الحبشي اللي هو كان في منتخب تاع واحد يقول لك نو زافون ان بوفوار ديسيزيونيل نعطيوه المعطيات واحنا زاد عندنا القرار معاه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الراي ديالكم تعليقا مش مخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.